يقول كنت في صلاة رباعية ولم أجلس للسجدة الأولى ماذا يلزمني يا شيخ صالح إذا كنت إذا ذكرت هذا يعني قبل أن تفارق المكان الذي صليت فيه ذكرت هذا أنك لم تسجد فإنك تأتي بركعة كاملة وتسجد للسهو أما إذا طال الفصل بين الصلاة وبين تذكرك لترك السجدة فتعيد الصلاة كل... تعيد الصلاة كلها نعم